معانا بطلة نجمة فعلا من نجمات الجيل الذهبي في اللعبة دي. بنتكلم عن لعبة كرة الطائرة الفولي بول. نتكلم عن مع واحدة من نجماتها النهاردة اللي بيحققوا أرقام وبطولات جيدة جدا. هي قادرة أنها تتكلم عنها طبعا بالتفصيل. معانا هنا النهاردة ندى وليد. ندى وليد علي بالزبط. بنت الكابتن طبعا وليد علي كان بيلعب نفس اللعبة بالزبط. بس هو بيلعب كان في مركز ايه؟ أربعة الدريب. الدريب وانتي ليبرو. والليبرو ده انا عارفه ان بيختاروه يعني وفقا لطوله، وكل ما يكون قصير يبقى الليبرو. كلميني اكتر، انت طولك كام؟ 166. فطبعا اطول مني. طب الحمد لله. انا 164. ازيك يا ندى؟ انا الحمد لله. عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله. قولي لي بقى، اللعبه ديت علشان باباكي ولا انت موهوبه فعلا فيها؟ اخذتي وقت علشان تلعبي اللعبه ديت؟ كان عندك هوايات تانية؟ ومين اللي اختار لك اللعبه في الاخر او انت؟ لا هو انا ما اخترتش، انا عيلتي كلها بتلعب فولي. فانا مامتي بابايا وعمي، فانا ما فيش اوبشن ان انا اخش حاجه تانية. بروح مع بابا، وبابا لما خلص يعني لما بطل ادرب في نادي الطيران. فانا كنت بروح معاه مبسوطه، كنت صغيره قوي، كان عندي 6 سنين. يعني كنت بتلعبي في الطيران انت؟ اول سنه قعدت سنه في الطيران وانا صغيره، وبعدين رحت الاهلي يعني. وانا هو من اول ما شافوني من وانا صغيره، انا كنت قصيره جدا وانا صغيره برضو يعني، بس فهو وبتجري وبجري وبقع ومش عارف ايه، فقالوا دي ليبرو يعني، ما فيش مركز تاني ليه يبقى كويس. بس لعبت مثلا 3 أو 4 سنين كده ضريبه. بس طبعا في مستويات الكبار ما بنطش خلاص. فلازم اقلب على طول والحق نفسي يعني. فمن ساعتها بقى وانا خلاص يعني، انا بقى لي 4 سنين بالظبط ليبرو. الليبرو ده في الطايره صانع العاب؟ لا يعني صانع العاب ده بصير. طب الليبرو ده بقى ايه يعني؟ هو دور الدفاع. دور الدفاعي بس. انت بس ليه برضو وظيفه تانية في الطايره بسمع ولا هو؟ هو بيستقبل اول كوره وبيدافع. تمام. فانت نشاتي في بيت كله بيلعب نفس اللعبه؟ حتى اخويا يعني ما فيش. انتوا 2 بس في العيله بالزبط. يعني اخ واخت. فانت بتلعبي اللعبه ديت عشان يعني يعني اتولدتي لقيتي نفسك في امر واقع بيلعبوا اللعبه دي. بتلعبيها بقالك قد ايه قلتي؟ من وانا عندي 6 سنين. كم سنه يعني؟ ما شاء الله. مش عارفه انا عندي 21، فممكن ما شاء الله عليكي. مش عارفه ما شاء الله عليكي. انا كمان هنا في يمكن انتم عندك بطولات كتيره جدا، يمكن انت خلاص الدوري ناقص ماتشين علشان تحسموا الدوري. محققين انتم متصدرين دوري كره الطايره بنات. كلميني برضو عن البطوله دي عشان انت بتنتظرك كمان بطولتين افتكر، مش كده؟ واحده في 4 وواحده اتلغت بقى. لا بطوله عربيه مش هتلعب خلاص عشان الكورونا، هي اتلغت فوقتها عدى، كانت في 1. وبعد الدوري بقى ان شاء الله هنلعب الكاس. تمام. قولي لي بقى الدوري ماشيين فيه، حققتوا ده ازاي؟ بنقول تقريبا ناقص لكم ماتشين علشان تحسموا اللقب. بتعملي ايه علشان ده؟ هو عامه احنا يعني كل سنه في الدوري بنحب ان احنا اللي هو نحسم الدوري بدري عشان بيبقى احسن لينا، واحنا بقى اللي هو في الاخر بقى كله ايه، بيبقى خلاص بقى احنا احسن الدوري، فكل عايز يلعب براحته، كل عايز يوري يعني للكابتن انا مهاراته وعامله ازاي وانه كويس. بس فاحنا الحمد لله لحد دلوقتي يعني كسبنا كل الماتشات، فعشان كده احنا متصدرين لحد دلوقتي. هو بس الزمالك هو اللي بعدينا على طول. الزمالك المركز الثاني. انت ليك استعدادات معينه؟ في تدريبات معينه بيعملها مثلا البوزيشن ده علشان انا البوزيشن بتاعي اهم حاجه ليه فوت ورك. لازم الفوت ورك. الجيم طبعا مهم، بس طبعا مش زي الضريبه، لان الضريبه بتبقى عايزه الجيم عشان تنط ومش كده يعني. بس لكن احنا فوت ورك لازم اجري كتير كده يعني. بس وانت كمان بتدرسي يا ندى؟ مش كده؟ انا في ثالثه جامعه. بتدرسي ايه؟ انا بيزنس. ما شاء الله. وانت بتعملي ازاي بتوفقي بين الاثنين؟ هو موضوع صعب قوي، بس الكورونا خلتنا يعني بجامعه اونلاين، فالموضوع بقى اسهل. ان انا مش بضيع وقت يعني اروح الجامعه اضيع وقت، لا هو انا باخد اللكتر وانا في البيت اخلص انزل على التمرين يعني. وكنتي بتعملي كده ايام الكورونا مع التمرينات يعني؟ كنتوا بتتدربوا في البيت ولا لا ما كانش فيه مجال؟ ما كانش فيه يعني عشان مش عارفين قوي. لا ما كناش بنتدرب بالذات في اول الكورونا يعني. اول ما سمعنا فيها ما كانش الموضوع لسه عارفين في ايه، فكان الناس بقى بتفتح اونلاين وبتتدرب وبتروح الجيم اونلاين برضو حاجات كده. ما عملتش كده. ما كنتش بتعملي كده؟ لا الصراحه. ما كنتي بتعملي ايه؟ ما كنتش بعمل حاجه، بخرج عادي. بتخرجي؟ وبعدين بس بعد الكورونا نزلنا بقى طبعا، احنا لما نزلنا التمارين يعني كابتن رانيا وكابتن حمدي طبعا ما سابوناش، ما حدش بيعمل حاجه يعني، فعملنا فتره اعداد يعني جامده قوي،
بس عشان كده عرفنا نرجع تاني لمستوانا يعني. قولي لي اللعبه بقى، قولي لي بالتفصيل عشان الناس تعرف اكتر، اللعبه ديت فيها يعني كم مركز، وكل مركز دوره بيعمل ايه يا ندى؟ ماشي. هو اولا في اللي هو البصير، هو ده بلاي ميكر، هو ده اللي بيمشي الملعب، بيرفع للعيبه عشان تضرب يعني. وفي مركز اربعه بيبقى اتنين منهم في الملعب، هو ده بيستقبل جنبي وبرده بيضرب. وفي بيبقى اتنين تلاتات، التلاتات دول بيبقى في نص الملعب، هما ما بي ولا بيستقبلوا ولا دفاعوا، بس بيضربوا بس. وفي اتنينات، الاتنينات ده بيضرب برضو بس، لكن مش بيعمل دفاع. بس في معيار علشان نختار مركز من المراكز دي؟ لا مش قوي، بس لازم يبقوا طوال يعني، كل الضريبه والبلاي ميكر لازم يبقى طوال، ده اهم حاجه يعني. وفي طبعا بيبقوا ناس قصيره بس بتبقى يعني عايزه مجهود اكبر، بتبقى ندى. بتبقى ندى فعلا. بس لكن الضريبه لو قصيره الموضوع بيبقى صعب قوي. لكن الضريب ده لازم يكون طويل علشان يبقى اسرع وصعب، ممكن برضه يبقى قصير شويه يعني. بلاي ميكر. التعامل مع المدير الفني بقى، كابتن حمدي الصافي، انا عارفه ان هو واحد من الناس اللي ليه فضل عليكي بعد ربنا اكيد في اللعبه دي. كلميني عن دوره واهلك ازاي يعني، لما صعدتي كمان للفريق الاول كان دوره ايه في الفتره دي معاك يا كابتن؟ لا هو انا طبعا اشكر كابتن حمدي على اللي عمله معايا، لان كابتن حمدي من ساعه ما طلعت وهو بيشجعني يعني، اداني دفعه نفسيه ومعنويه جامده قوي، لان انا كنت برضو صغيره وبلعب جنب ناس كبار قوي واسامي واخدين يعني دوري كتير جدا، وانا لسه طالعه صغيره. بس هو كان اهم حاجه ان هو ما تخافيش، انزلي والعبي ما تخافيش، هتبقي زيهم، هتلعبي زيهم، هتبقي معاهم اساسي وكده يعني. بس ومن ساعتها لما هو يعني كان بينزلني ماتشات ولا انت تلعبي وهتعرفي تلعبي وهتبقي كويسه عادي، من ساعتها وانا الحمد لله عارفه يعني، خلاص بقى حاسه خلاص دي بقت فرقتي، مش ما بقتش ناشئه خلاص يعني. وانت كابتن حمدي الصافي، انت بتعرفيه بقالك قد ايه بقى، من وقت برضو دخولك النادي ولا في الفتره اللي فاتت ديت بقالك قد ايه؟ لا طبعا كابتن حمدي عارفاه من زمان يعني، من زمان. اسطوره الكره الطايره يعني. انا فاهمه، لكن لكن لا انا بتكلم على تاثيره في حياتك والدعم اللي هو بيديهولك بقى بشكل شخصي انت منه ليكي. لا وانا ناشئه، كابتن حمدي كان بيجي يتفرج على ماتشاتنا وبيشجعنا. لا طبعا كابتن حمدي كان دايما معانا من وانا صغيره يعني. كلميني بقى عن مثلك الاعلى بس في لاعبات كره الطايره، مين بيمثلك مثل اعلى كنفس مركزي؟ هو سؤال صعب قوي. ليه؟ مش عارف يعني، هو انا اصلا ما بتفرج يعني، ما اعرفش ناس قوي من بره. لكن في مصر في ليبرات كتير حلوه يعني، في زي بيريت ديب كانت في الصيد، وفي ايسل في الزمالك، لا في وفي نهال الشمس. فاحنا يعني احنا اللي هو دلوقتي الليبرات الموجوده، في مريم مصطفى طبعا كانت في الاهلي دلوقتي اعرف في الصيد، لا يعني في ليبرات كتير كويس. وطبعا من الرجال باباكي ولا بابا اربعات، فاحنا ممكن نقول معوض ليبرو الاهلي يعني. بس لا بتكلم عن مثلك الاعلى في اللعب. بابا طبعا، باباكي طبعا. هو معانا دلوقتي على التليفون بقى، كلميه وقولي له انت بنفسك ولا ما قلت ولا قلتي له قبل كده؟ لا هو اكيد عارف. اكيد عارف. اكيد. ازيك يا كابتن؟ كابتن وليد علي معانا على التليفون. اهلا بيك يا كابتن. اهلا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. اهلا بحضرتك كابتن وليد. سمعنا؟ تابع حضرتك. انا طبعا بحييك على النجمه اللي معانا النهارده، نجمه النادي الاهلي واللاعيبه الكبيره، بس عايزه اتكلم مع حضرتك عن فكره الدعم كمان على مستوى الاسره، يعني يمكن اكيد ده الدور الاكبر اكيد في حياه ندى، فممكن حضرتك تكلمنا عنه ازاي؟ يا فندم احنا طبعا انا كنت بلعب فولي، والمدام بتلعب فولي، وعمها بيلعب فولي، وخالتها بتلعب فولي، واخوها بيلعب فولي. فمن واحنا صغيرين طبعا اتربينا على الرياضه، فكان كل اهتمامنا ان اولادنا يطلعوا رياضيين برضو. كنا بنهتم جدا ان هم يروحوا النادي ويمارسوا نشاط رياضي ويكون ليهم نشاط اجتماعي، وعارفين ان اهميه الرياضه جدا للفرد ان هو يطلع انسان صالح في المجتمع طبعا. وبالتالي كنا دايما بنديها الدعم ان احنا نروح، والدتها طبعا كانت بتهتم جدا انها تروح معها التمارين وتحمسها ونحمسها ونروح معها الماتشات ونصور لها الماتشات ونطلعها على نفسها عشان خاطر انها يعني تحس باهميه الرياضه. والحمد لله برضو وفقنا ان احنا بعد نادي الطيران نوديها النادي الاهلي، وده نادي كبير، نادي بطولات، ادها ثقه وكيان كبير دوت، ساعدها على تكوين شخصيتها. الحمد لله نأمل يعني انها تكون بقت كويسه. وربنا يكرمها ان شاء الله، ان يعني المستقبل لسه قدامها كبير، وربنا يوفقها ان شاء الله.
ممكن نعرف منها بعد المكالمة دي اللعبة أثرت عليها إزاي أو أضافت لشخصيتها إزاي. بس عايزة أتكلم مع حضرتك عن فكرة بقى، هي نشأت لقت باباها بيلعب اللعبة دي، كنت حريصة على إنه حضرتك يعني لازم بنتي لازم ابني يلعب نفس اللعبة اللي بلعبها، ولا هي جت كده فبتشوف باباها فالموهبة يعني اكتسبتها؟ هقول لحضرتك، هو أنا طبعا أنا كنت لعيب منتخب مصر إن شاء الله، وكنت كابتن نادي الطيران، فكنت باخدها معايا التمارين بصراحه في الصاله، بتتفرج على اللعبه فيها بالعافيه يعني اللعبة. مش عايز اقول يعني انا جبرتها عادي. تمام. فهي حبت اللعبه من المنطلق دوت، ويعني هي طبعا بقول لحضرتك الاسره كلها بتلعب فولي، فما فيش مجال انها تختار لعبه ثانيه يعني. ومامتها كمان؟ ومامتك كمان والله؟ جامده جدا. بتلعب في مركز ثلاثة. ده ثلاثة مركز ايه؟ ثلاثة يعني بيعمل ايه ثلاثة؟ المفروض يبقى طويل، هما يكون طوال، انا مش عارفة طالعة لمين يعني. انتي؟ طوال يعني انا طالعة لمين؟ برضه كلام 166 دي طالعة لمين يا كابتن؟ طالعة لعمها. ايوه ربنا يخليها لك. والابن كمان، ابن حضرتك برضه بيلعب نفس اللعبة، عرفت من ندى؟ احمد وليد بيلعب فرقة 19 سنة في النادي الاهلي، والحمد لله حايز على معظم البطولات. زي ندى برضو حايز على معظم البطولات، من الناشئين بطوله القاهره او جمهوريه. الحمد لله يعني طبعا كعادة النادي الاهلي ان هو بيكسب معظم البطولات، ويعني هو يعني الاثنين مع بعض الحمد لله يعني، هي بتبقى في تمرين ترجع تروح، هو بيروح التمرين يرجع يروح كده يعني، بيناولوا بعض كده هو المشوار دوت يعني للنادي الاهلي يعني. طبعا بس المعاناه عندكم انتوا طبعا يعني، حضرتك ووالدتها اكيد. والدتها اكتر طبعا، لان انا ببقى موجود في الشغل وكده، فلما برجع بيكون المدام بتكون موصله مثلا ندى بالعربيه وكده، وبترجع بساعات تسيب لها انا العربيه بتاعتي، ساعات احمد ياخدها يعني، بس المدام اكتر واحده هي بتتعب في الموضوع ده يعني بصراحه. ربنا يخليه لكم يا رب. وبعدين انا كمان عايزه اتكلم في فكره انه الدعم ده مش بالساهل يعني، مش بسهوله جدا. احنا بنتكلم كده مامتها كانت بتوديها، انا برجع مش عارف بكمل الدور، احنا بنتكلم كده، بس اكيد المسؤوليه كبيره جدا جدا على حضراتكم حتى اكتر منهم في فتره الكورونا تحديدا، وبنتكلم عن يعني فترة استثنائية أكيد بكل المقاييس. تمام. كانت أكيد صعبة كمان عليكم كابتن وليد، صح؟ لأنك في بطولات مثلا، في تمرينات اتلغت، في لعبة اتلغت، في البطولة العربية كانت المفروض تتلعب في شهر واحد، مش كده بتقولي لي؟ أفريقيا اللي فاتت برضو اتلغت. أفريقيا في شهر أربعة أو ثلاثة اللي فاتت اتلغت برضو عشان الكورونا. تمام. ده أثر بقى على لعيبة زي أحمد وزي ندى إزاي؟ حضرتك طبعا هم كانوا قاعدين مريحين طبعا في البيت، الموضوع ما بيعملوش حاجة. بس طبعا انا عندي بعض الاجهزة اللي موجودة في البيت كويس، كنت بحاول ان انا اخليهم يتمرنوا عليها شوية يعني. بسيط يعني، بحاول اقنعهم يعني ان هم يتمرنوا شوية. تقنعهم؟ حلوة الكلمة دي. لا انا احمد اخويا يتمرن يعني. لان هم تقريبا معظم الوقت كان عندهم يعني مذاكرة وكده. تمام. والمعلم هي الفترة ما طولتش حضرتك، هي الفترة كانت قليلة، ورجعوا تاني التمرين، والمدربين يعني عرفوا يرجعوهم بسرعه للمستوى اللي هم كانوا فيه قبل ما يحصل كورونا يعني. بيساعدوكي في الدراسه باباكي ومامتك؟ طبعا. طبعا انا مفلسه بابا بسبب الدراسه والله. لا طبعا، بيساعدوني من ساعه من المدرسه لحد الجامعه. طبعا. اكتر نصيحه حضرتك دايما حريص على انك توجهها لندى بتكون ايه؟ اول حاجه انها تبقى قريبه من ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يكرمها طبعا في مشوارها الرياضي، تسمع كلام مدربها كابتن حمدي الصافي طبعا، لان هو ليه فضل كبير قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى عليها. يعني دايما تحط يعني الهدف الاساسي بالنسبه لها انها يعني تكسب معظم البطولات اللي بتخشها، عشان تعمل تاريخ ليها سواء في النادي او المنتخب، لان هي في النهايه حضرتك الرياضه الانسان بيبقى في فتره بيلعب فيها رياضه، وبعد كده بتنتهي بيخش في مرحله ثانيه في حياته، فكل مرحله سواء اذا كان هو ناشئ او رياضي على مستوى مثلا دولي بيلعب في نادي زي النادي الاهلي، المراحل ديت لازم يحاول يحقق فيها اقصى حاجه ممكن يوصل لها، عشان يقدر بعد كده ان هو المشوار دوت اللي هو حققه ان هو ينقله ثاني
لولاده، والدنيا الحاجة هتستمر إن شاء الله. صح، أنا بشكرك جدا جدا، وتحياتي لوالدة ندى كمان، وشكرا، بنشكرك شكرا جزيلا كابتن وليد علي، طبعا أحد نجوم لعبة الكرة الطايرة، شكرا جزيلا ليك. بعيدا عن اللعب، في دايما كده مقولة يقول لك إيه، إنه أي لعبة من اللعبات يعني اللي بتلعبها بنت دي بتتعارض جدا مع فكرة الجواز، بتسمعي انت الموضوع ده؟ يعني لا، في ناس كتير قوي تقول ان البنت اصل انت هيجيلك فتره هتتجوزي، بس انا احنا عندنا في الفرقه ناس كتير متجوزه مش كتير يعني، في دعاء وفي ميه اتنين متجوزين وبيتمرنوا عادي. وبيلعبوا عادي. بيلعبوا بس انت كذا نادي. ما بتشوفيش حتى لو ما كانوش هما بيتكلموا في ده، ما بتشوفيش انه لا ممكن يكونوا متاثرين شويه؟ هو اكيد الموضوع صعب. يعني اكيد الموضوع مش سهل خالص ان يكون ليكي بيت انت شايلاه وفي الاخر تنزلي تتمرني، بس هما يعني عارفين يعني يوازنوا ما بين الاثنين، فطبعا دول يعني ابطال. لكن انت لو في فكره، لو في فكره جواز قدامك، مش يعني ممكن ما تتعارضش معاكي ولا ممكن تتعارض معاكي؟ هو انا مش عارفه يعني، مش عارفه. يعني هنشوف. يعني حاسه ايه؟ حاسه ان هي ممكن تتعارض شويه، بس على حسب سني. يعني على حسب ساعتها سني هيبقى ايه. بتحلمي بايه؟ على مستوى الدراسة وعلى مستوى اللعبة وعلى مستوى حياتك الشخصية؟ كدراسة ان انا ان شاء الله اول ما اخلص يعني دراستي ان انا اشتغل في حاجة كويسة ان شاء الله. وكفولي طبعا نفسي، انا بس نفسي الناس الاول ما يعني ابطل فولي وكده، ناس لا الليبرو نادي الاهلي كانت ندى وليد كانت معروفة، فكون الناس عايزة فاكرين. عايزة اسمك يبقى علم. بس كحياتي ان انا يعني ان شاء الله اي حاجة اخشها انجح فيها. كلميني عن يعني خلاص الدوري، انت عندك الماتش بتاع الدوري امتى اللي جاي؟ يوم الجمعه. يوم الجمعه ده؟ والله مع مين؟ مع الزمالك. في الزمالك. مع الزمالك. بتستعدي ازاي للمواجهه دي؟ دي اكيد مواجهه قمه. طبعا طبعا. يعني ده اهم ماتش في الدوري طبعا. يعني احنا بنستعد فيه بالتمارين كويس، فتنس عالي جدا. كابتن حمدي طبعا مركز معانا كفولي وكفتنس، فاحنا بنتمرن كل يوم ساعتين ونص تقريبا، او ممكن ساعات تبقى اكتر شويه، عشان نستعد لماتش الزمالك ان احنا نبان احسن، يعني من احسن ماتشات نلعبها في الدوري ده، وده اهم ماتش لازم نلعبه كويس يعني. والماتش اللي جاي امتى يا ندى ومع مين؟ هو الجمعه اللي بعده يبقى مع الشمس. فدول اقوى ماتشات. طقوس ماتشات الزمالك اكيد بتكون مختلفه عن طقوس اي ماتش تاني، اي فريق تاني. انت بيبقى ليكي طقوس معينه قبل الماتش؟ هي مش طقوس معينه، احنا كلنا متعودين ان احنا قبل ماتش الزمالك او ماتش الشمس احنا بنخش معسكر قبلها بيوم. فنبقى مركزين، نتمرن، نخلص تمرين، نروح على المعسكر، ننام بدري طبعا، ونصحى الصبح للمحاضره كابتن حمدي بيعملها لنا، وبعدين ننزل بقى على الماتش. هي الطقوس ان احنا لازم نخش المعسكر، لازم ننام بدري، نصحى بدري كده يعني. ده الطقوس اللي بنعملها على طول. بس بتخش بنخش في مود الماتش يعني من قبليه بيوم. بتقعدوا تكلموا بعض لما يعني بتقعدوا تكلموا بعض في التليفون؟ طب هنعمل ايه؟ طب مش عارف ده. ساعات كتير ساعات بنقعد مع بعض كتير نتكلم على الماتش، اللي هو احنا حاسين بايه او هنعمل ايه او كل واحد عايز يعمل ايه في الماتش. لا ساعات كتير قوي بنتكلم على الماتش، مش يعني منفصلين يعني. لا لا خالص خالص. بتفكري في الاحتراف يا ندى؟ هو انا فكرت فيه طبعا، بس هو الموضوع مش سهل يعني. ليه مش سهل؟ لان هما بره مش بيبصوا لينا قوي، لان احنا طبعا في المنتخبات محدش مهتم بينا في المنتخبات، فمنتخب الفيس تيم يعني عندنا مش كويس، او ما بنروحش كاس عالم. بس ما بياخدوناش اصلا كاس عالم، لان هم شايفين ان قاره افريقيا يعني الفول فيها ضعيف قوي. فاحنا ناخد حد من اوروبا بره يعني، بس فمش بنتشاف يعني، مش بنتشاف عشان حد ياخدنا. بس فده حاجه ظلمانه قوي بصراحه. ظلمانه يعني. طبعا. طب تعالي ناخد راي كابتن حمدي الصافي كده في الموضوع ده. كابتن حمدي اهلا بحضرتك، طبعا المدير الفني لكره الطايره سيدات، اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. الاول بس كلمني عن بنتك بقى ندى. ازيك يا كابتن حمدي؟ انا ندى طبعا من احسن الليبروهات في مصر وافريقيا، وانا كان الحمد لله يعني كان ليا الشرف ان انا صعدتها الدرجه الاولى، كانت في قطاع الناشئات عندنا في الاهلي، وصعدتها وهي لسه في قطاع الناشئات، والحمد لله كانت ليها شركات فعاله مع الدرجه الاولى، وكان لها دور مميز في اخر بطوله افريقيه حصلنا عليها في صاله النادي الاهلي. نزلت في المباراه النهائيه كنا خسرانين شوط، وقلبت الماتش تماما بادائها وروحها العاليه يعني. موهبه ولا اكتسبت الخبره دي من باباها والنشاه اللي طلعت فيها؟ لا هي ندى اصلا طبعا من عائله رياضيه، طبعا باباها كان لاعب دولي سابق في نادي الطيران، وكان من اللعيبه المميزين، لكن هي الحقيقه
هي موهبة أصلا من صغرها، كانت أصلا ضريبة وكانت مميزة جدا في الألعاب الاستقبال والدفاع عن الملعب، عشان كده تحولت ليبرو. والحقيقة هي يعني أدت أداء عالي جدا، وأعتقد هي لسه ما خدتش حقها كمان في مصر، إن هي المفروض تبقى من أساسي منتخب مصر، ولعبة هايلة جدا طبعا. كنا بنتكلم دلوقتي، يمكن حضرتك معرفش سمعت ولا لا، فكرة الظلم اللي بيتعرض بيه لاعبات اللعبة دي. يمكن الفولي بول ما ملوش منتخب سيدات بره، ما احنا مش بنمثل مصر في اي، يعني ما فيش كاس عالم، ما فيش اي بطولة عالمية مصر بتشارك فيها كابتن، ليه لحد دلوقتي؟ الحقيقة لا، هو منتخب الطايرة سيدات ليه تاريخ طبعا مصر وكده، بس للأسف في الفترة الأخيرة حصل توقف الموضوع ده من 2012 باين؟ صح؟ حصل نوع من الإهمال شوية في إعداد منتخب مصر، وبالتالي ما كانوش بيتأهلوا لا الأولمبيات ولا بطولات عالم، فأثر على الجيل الجديد دوت، وأعتقد إن الجيل الجديد ده فيه عناصر كتيرة تستحق. ما بتطلبوش بداية كابتن؟ يعني ما فيش دور مثلا حضرتك وآخرين بتعملوا على إنه فعلا يكون في منتخب للفولي بول سيدات؟ الاعداد بتاعه ما بيبقاش اعداد كويس قبل بطولات افريقيا اللي هي المؤهله لكاس العالم والاولمبياد، فاللعيبه دي ما بتتشافش كويس، لان لازم عشان تتشاف اللعيبه دي لازم تشارك في بطولات عالم وتشارك في الاولمبياد. الحقيقه بقى لنا فتره كبيره بعيد عن الحاجات ديت، فده ان شاء الله باذن الله الاتحاد المصري الجديد للكره الطايره باذن الله يهتم بمنتخبات السيدات في مصر والناشئات والشباب، ونتفرج على اللعيبه دي في كاس العالم. لا هيفرقوا جدا، المشاركات دي هتفرق معاهم جدا يعني. اكيد ان شاء الله. وعندنا كمان مشاركه افريقيه في شهر ابريل اللي جاي، مش كده؟ ان شاء الله باذن الله. هو لسه ما تحددش بالظبط البطوله هتتلعب فين ولا امتى، واحنا منتظرين الدعوه بتاعت الاتحاد الافريقي هتتلعب فين البطوله، وان شاء الله باذن الله يبقى نشارك ويبقى خامس بطوله افريقيه للجيل دوت يحققها مع النادي الاهلي. احنا عايزين نقول للناس ان في هيمنه، يعني في النادي الاهلي هيمنه على اللعبه ديت، كره الطايره السيدات بتهيمن على الفوز دايما، يعني انتوا دايما محققين في الدوري ارقام قياسيه، دايما متصدرين هم بنات يعني كره الطايره في النادي الاهلي. الحقيقه الحمد لله الجيل ده مهيمن سواء محليا او افريقيا، النادي بيهتم جدا بلعبة الكرة الطائرة بالذات فريق السيدات وبرضه فريق الرجال، بيدعمهم بأحسن العناصر وأحسن الأجهزة الفنية، وبالتالي لما بيبقى في دعم من إدارة النادي بيبقى في نتائج، وده اللي حصل. الجيل دوت محقق 6 دوري و6 كاس وأربع بطولات أفريقية واثنين بطولة عربية، ودايما بنهتم دايما في المقام الأول بابن النادي الناشئ بتاع النادي، شارك مع الفريق، وبنستغل اولاد النادي والناشئين بتوع النادي، وبندعم في اضيق الحدود، والتدعيم بيبقى بالعناصر اللي هي مميزه جدا هتفيد الفريق. احنا لسه كنا قبل ما حضرتك كمان يعني تدخل معانا على التليفون، كانت ندى بتقول انا نفسي يبقى اسمي يعني كبير لما تذكر اللعبه يتقال ندى وليد في اللعبه دي، فشايف حضرتك بقى ممكن ندى، اكيد هي عملت ده، بس ممكن ندى توصل لفين يا كابتن حمدي من وجهه نظرك؟ لا انا شايف ان ندى مستقبلها كويس جدا لو استمرت على نفس الاهتمام في التدريب والاهتمام في الكره الطايره وحافظ على نفسيها بعيد عن الاصابات. لا ندى هتحقق، ندى منتظره ان شاء الله مستقبل كبير سواء مع المنتخب او النادي، انا متوقع لها ان شاء الله باذن الله ان هي تاخد القاب او كؤوس في مهارات الدفاع والاستقبال سواء مع المنتخب والنادي، وان شاء الله باذن الله في المشاركات اللي هتشاركها مع المنتخب سواء بطولات عالم في المستقبل ان شاء الله، لا هيفرق معاها جدا في المستوى، وتستاهل يعني ان هي تبقى موجوده على الساحه الدوليه باذن الله. عايزه تقولي ايه الكابتن حمدي؟ يعني مش عارفه اقول ايه ولا ايه، بس طبعا بشكرك كابتن حمدي والله على كل حاجه حضرتك بتعملها معانا كلنا كفرقه كلها، يعني بس يعني ده اقل حاجه ممكن اقولها. انت مكسوفه يا ندى؟ لا والله. طيب بشكرك يا كابتن حمدي، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك. شكرا جزيلا، وبنتمنى ان حضرتك تشرفنا يعني في مره في البيت الكبير، لانه اسمك يعني اكيد اشهر من نار على العلم، ودايما ما بيذكر يعني بتشرف فعلا حقيقي اللعبه دي، لعبه الفولي بول. كابتن حمدي شكرا جزيلا. شكرا شكرا حبيبي، شكرا ليك. احنا اتكلمنا عن حلمك بقى.
انت بتقولي ان انا نفسي اشارك في منتخب بلدي بره في كاس العالم، بس ده مش موجود. تفتكري ده ممكن يحصل في يوم من الايام قريب؟ يعني اكيد ممكن يحصل، احنا عندنا امكانيات ان احنا لعبنا كاس عالم ونبان شكلنا كويس يعني. بس اللي هو يبقى فيه اهتمام شويه لينا كاعداد. لكن احنا حتى في الناشئين قبل اي بطوله افريقيا احنا بنتجمع قبل مثلا بطوله بشهر. فاحنا ما بنلحقش نعمل اي حاجه. بس في سن معين يا ندى للعيرات ان هما ممكن يعتزلوا فيه للعبه، ولا ملوش سن؟ كره الطايره ما فيهاش سن، ملهاش سن، كل واحد على قد ما تقدر يعني. في ما شاء الله كابتن نهله، سامح معانا 31 سنه وما شاء الله قادره تدي ولسه قدامها كتير. حبيبتي جات لنا هنا. طبعا حبيبتنا كلنا، فهي ملهاش سن دي قائد الفريق. طبعا كابتن. هي ملهاش سن معين، هو كل واحد قادر يدي لحد امتى. بس دايما بنتكلم على دور الكابتن او قائد الفريق، ده بيكون دور مؤثر قوي ونفسي قوي في نفس الوقت. بتعمل كده؟ طبعا. نهله من اول ناس شجعتني في الفرقه. نهله اول ما طلعت، نهله قالت لي انت قريب قوي هتبقي من احسن الليبرات الموجوده في مصر، هتبقي معانا وهتشاركي. من اول ما طلعت وكنت صغيره بقى كنت يعني كابتن نهله، انا بلعب كابتن نهله يعني. بس هي لا، هي ساعدتني كتير وشجعتني كتير يعني. مين هي قريبه منك ولا في لعبات اخريات قريبين من ندى؟ لا، في كتير، في دانا شاوي طبعا، بصيره، وفي مايا، مش عايزه انسى حد يعني. بس احنا كل فرقه احنا عامه احنا كنا قريبين قوي يعني. احنا مش بنتعامل احنا فرقه، احنا بجد عيله يعني. انت اسمك فعلا يعني، انت دخلتي فعلا التاريخ. يمكن كابتن حمدي الصافي كان كمان بيتكلم عن ارقام قياسيه انتوا كجيل قدرتوا ان انتوا تحققوها، اولهم طبعا الدوري، وعلى مستوى كمان البطوله العربيه. انتم احنا مركز محققين ايه؟ الاهلي محقق ايه في البطولات، في البطوله العربيه اللي اتاجلت؟ اخر بطوله عربيه خدنا فيها تاني. اخدتوا فيها تاني؟ بس يعني اللي قبليها خدنا فيها اول، هي خسرنا هي بس البطوله دي، لكن عامه دايما بناخد فيها اول. وافريقيا لحد دلوقتي الحمد لله كله اول يعني. ده هايل جدا. دانا شوقي صاحبتك قريبه منك؟ طبعا. ليه طبعا؟ من واحنا صغيرين قوي يعني، من واحنا في 10 سنين واحنا صحاب تقريبا. والله ما شاء الله. هي معانا دلوقتي على التليفون، كلميها. هاي دندونة. هاي يا دانا، ازي حضرتك؟ ورحمه الله وبركاته. عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. كويسه؟ كله تمام. كلميني بقى عن ندى، ايه اللي بقى اللي بيميز ندى على المستوى يعني على الشخصيه؟ يعني ندى اكتر حاجه انت بتحبيها في شخصيتها ايه؟ يعني هي ندى اكتر حاجه مش بتخاف. يعني دي اكتر حاجه مميزاها ما بيننا. هي بجد ممكن نبقى مثلا ناس كتير قوي متوتره داخله، بس ندى لا، يعني هي بتبقى داخله واثقه من نفسها وعارفه ان هي تقدر تلعب حلو والكلام ده كله. بتحاول ان هي يعني اللي هو تغير المود بتاع الماتش، اللي هو طبعا قبل الماتش بنبقى كلنا ستريس كده، فهي بتحاول ان هي تشغل اغاني، تحاول نهزر، تحاول. انت اللي بتفكيهم يعني؟ انا اصل هم بيناموا وانا مش بحب النوم، فيعني لا. انت شكلك يعني ما بعرفش اقعد انا. نفوق ونركز ونهزر ونعمل كده، نقعد نعمل ايه؟ هم اهدى منك يعني؟ ده انا اهدى منك بكتير. لا والله. بس لازم افكهم كده يعني. وهي يعني هي جريئه، انت بتشوفي ان ندى جريئه ما بتخافش. ودانا ايه؟ حاجه فعلا بتميزها يعني. هو احنا ما عندناش حد اللي هو بيخاف، بس كل واحد بينزل برضه بيبقى في توتر في الماتش. فهو انا اصلا يعني مركزي دوري ان انا شويه اهديهم، واللي هو لا ما حدش يتوتر يعني. فعشان كده انا بنزل، هو حتى قبل الماتش بخش على كل واحده اشوف هي بتعمل ايه. والله بتطمني على، لازم اخش اشوف كل واحده بتعمل ايه. والله على واحده 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 بخش على اوضه كده يعني. بتعملوا ايه؟ قاعدين بتعملوا ايه يعني؟ انت الوحيده اللي بتعملي كده؟ لا، كلنا بنقعد نلف على بعض، بس انا بركز قوي، لازم اصحى اشوف كل حد بيعمل ايه يعني. كلمينا على الصوره اللي انت شايفاها دي. دي في نهائي 18 خدنا فيها اول، كانت اخر سنه ليا في الناشئين او اللي قبليها تقريبا. دي كانت امتى؟ من سنتين. من سنتين. لما كنا بنلعب مع دجله. بتتفرجي يا دانا؟ ايوه. احكي لي طيب ذكرياتك مع الصوره. والله هو كان اخر ماتش، ما كانش اخر ماتش لينا، كان اخر ماتش لينا في القاهره. كانت خلاص المفروض دي اخر سنه يعني، هنلعب القاهره وهنطلع الفيرست تيم بعديها يعني. كان في ماتش بعد كده اللي هي الجمهوريه، فاينل الجمهوريه. بس خلاص يعني دي كانت اخر بطولتين لعبناهم مع 18، وبعديها طلعنا مع الفيرست تيم يعني.
انا بشكرك جدا جدا يا داء. بس قولي لي برضو انت حلمك ايه، ايه اللي نفسك تحققيه برضو مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ طبعا يعني هو كده كده لازم يعني نحقق البطولات اللي احنا داخلينها الفتره اللي جايه ان شاء الله، زي الدوري والكاس اول ان شاء الله، وان شاء الله لو هندخل ونشارك في بطوله افريقيا اللي جايه في شهر 4 نحقق المركز الاول يعني زي ما متعودين نعمله مع الفرقه يعني. بس ان شاء الله خير يعني. بس لسه البطوله الافريقيه ديت ما تحدد لهاش تاريخ، بتقلقك بقى الفكره دي ولا لا؟ بتبقي دايما ستاند باي يعني، يعني دايما بستعد، دايما بتمرن، يعلنوا وما يعلنوش انا جاهزه. ما هو احنا دلوقتي احنا بنتمرن كده كده يعني، احنا اوريدي في الاستعدادات بتاعتنا. هي الفكره بس بنبقى مش عارفين نعلي الحمل، نوطي الحمل، البطوله قربت، البطوله ما قربتش، خصوصا ان الفتره بتاعت الكورونا من ساعه ما هي دخلت وهي كل شويه ياجلوا الماتشات، ياجلوا البطولات، فالموضوع بيبقى صعب علينا كلاعيبه علشان ما بيبقاش عارفين نتمرن يعني، او مش عارفين نحط الحمل الصح من الاول. بس هي الفكره ان الاحسن نبقى عارفين من الاول، مثلا شهر 3 عندنا البطوله بتاعت افريقيا، شهر 1 عندنا البطوله العربيه، هنلعب مثلا الدوري والكاس. يعني احنا دلوقتي لحد دلوقتي مش عارفين احنا هنلعب قبل رمضان او بعد رمضان. انت يعني داخله مش مستسلمه خالص. رمضان في نص ابريل. هنلعب ماتشات كمان في رمضان. ليكم ماتشات في رمضان؟ دوري. دوري وكاس لسه يعني، ولسه كاس. بس انت يعني فكره ان انت يكون التاريخ ده محدد، دي فكره بتريح، بتطمنك نفسيا يعني. هي بتطمن اللعيبه والجهاز الفني، عشان حتى بنبقى عارفين نعرف هنعمل ايه في الجامعات، لو في ناس بتتمرن، في ناس بتشتغل، بيبقى الناس عارفه يعني تظبط الوقت مثلا. صح. في الجامعه او في الشغل او كده، لكن ان هو مره واحده احنا عندنا بطوله كمان اسبوعين، ما مش حاجة طبيعية يعني. معلش، بتمنى لك التوفيق يا دان. ميرسي، شكرا. شكرا ليك يا حبيبتي، انا بشكرك جدا جدا. كلمة لو انت حابة توجهيها في الاخر لأسرتك، لأي حد انت يعني ما سمح لكيش الوقت ان انت تذكره اسمه، عايزة تقولي ايه في الاخر؟ انا طبعا بشكر بابا وماما، اول الاثنين كانوا واقفين جنبي من ساعة ما دخلت في الرياضة وفي الدراسة وفي كل حاجة، هم تعبوا معايا كتير وانا متعباهم قوي انا عارفة. بس فانا بشكرهم قوي ان هم دايما كانوا معايا في كل حاجة عملتها، ودايما كانوا بيشجعوني على طول، حتى لو انا في فتره كده ساعات ببقى الواحد مش كويس فيها، مش عارف يلعب، عياط بس طبعا. فهم لا كانوا ليه عياط؟ ليه؟ انا اي حاجه بعيط فيعني عادي. بتتاثري يعني؟ فهم لا يشجعوني، لا انت مش صغيره عشان كده تبقي متضايقه كده، لازم تبقي كويسه، لازم تبقي. هم اللي خلوني شخصيتي اللي هو انا خلاص مش هخاف، هم اصل هيحصل ايه يعني، مش هيحصل حاجه وحشه خالص يعني، ربنا يعني ربنا هو اللي كاتبه هيحصل يعني. وبشكر كل اصحابي طبعا، اصحابي بتوع المدرسه بالذات، عشان هم استحملوني ان انا ما كنتش بنزل معاهم خالص عشان التمارين. بس وبشكر كل المدربين اللي يعني اتمرنت معاهم، مش عايزه انسى اسم حد، فبشكرهم كلهم يعني. وانا كمان بشكرك جدا جدا، انت نورتينا النهارده. والله نور حضرتك. تسلمي حبيبتي يا ندى، ميرسي جدا لذوقك، وانت شرفتينا النهارده، نورتي بيتي كبير. دي كانت فقرتنا الاولى، بعد الفاصل نستقبل الناقد الرياضي محمد القوصي مع الكابتن هاني رمزي في البيت الكبير.